كيفية صلاة الاستسقاء بارك الله فيكم. صلاة الاستسقاء صلاة لها سبب، ألا وهو جدب الأرض وقحط السماء وعدم نزول الأمطار عند احتياج الناس لنزول الأمطار. فالسنة في هذه الصلاة أن تؤدى خارج المدينة ويكون أمرها للإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه أهل المدينة القحط في ديارهم وعدهم يوما، فخرج فصلى بهم صلاة الاستسقاء بركعتين. في الركعة الأولى يكبر 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية يكبر 5 تكبيرات بدون تكبيرة الانتقال، وتكون هذه التكبيرات قبل قراءة سورة الفاتحة، ويصليها ركعتين ويجهر فيها بالقراءة، يجهر الإمام بالقراءة. وإذا سلم قام فخطب الناس خطبة يذكرهم فيها بالله ويأمرهم بالاستغفار ويحثهم على الالتجاء إلى الله والتضرع بين يديه والدعاء له سبحانه وتعالى.